مشاهدينا للمزيد حول تداولات الأسواق العالمية معنا في استوديو حبيب عقيقي كبير استراتيجي الأسواق في تريدبيديا. حبيب أهلا وسهلا بك. كثير من الأخبار المهمة في سوق العملات، دعنا نبدأ مع اليورو وأرقام السي بي آي الضعيفة جدا، هل تتوقع المزيد من التحفيز الكمي في الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأوروبي، وأي نوع من التحفيز يعني بالأحرى؟ بدأ اليورو عملية الهبوط مع افتتاح الأسواق لهالأسبوع، ودنا كانت رابع دنا لرابع أسبوع على التوالي. عزز الهبوط البيانات الاقتصادية السيئة اللي بتتعلق بالتضخم يلي حكيت عنه، فشهدنا انكماش بمؤشر أسعار المستهلكين لأول مرة من 5 أشهر. طبعا مثل ما صرنا نعرف أنه صانعي السياسة النقدية بأوروبا كانوا بانتظار البيانات الاقتصادية هيدي ليقرروا ما إذا رح يتم تحفيز جديد بالسياسة النقدية. بالرغم من الحركة العرضية اللي كانت عم تسيطر اللي ما زالت عم تسيطر على اليورو بين مستوى 114 ومستوى 105 من شباط 2015، من المؤكد انه اتجاه المدى القصير رح يشهد ضغط سلبي، سببه اتجاه او توجه المركز الاوروبي الى توسيع سياسة التحفيز النقطي واحتمال تخفيض جديد للفوائد. هون بدي اوضح شغلي انه الاتجاه العام لليورو بالرغم من الحركه العرضيه اللي شدناها اخر فتره هو اتجاه هبوطي، فالتوقعات ما زالت سلبيه، واليورو مفروض ينزل الى مستوى الباريتي وادنى من مستوى الباريتي فور اختراق واضح لمعدل 105. السبب الاساسي وراء التشاؤم المتعلق باليورو مقابل الدولار هو التباين بين السياسات النقدية بين أوروبا والولايات المتحدة، ويبدو بأنه الأسواق أعادت إلى الطاولة إمكانية رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في العام 2016 بعد الأرقام الاقتصادية القوية التي سمعناها. صحيح. الآن هناك نسبة أو احتمالية تقف عند 50% أنه ممكن أن نرى رفع للفائدة في شهر ديسمبر، أنت ما رأيك وإلى أي مدى أرقام الوظائف هي برأيك التي سوف يعني تكون الأرقام الحاسمة؟ بتريدبيديا منتوقع مزيد أو رفع جديد لمعدلات الفائدة. هالشي مش رح يكون الأسبوع القادم، إنما نعتبر بالربع الثالث أو بأواخر العام مع تحسن الضغوط التضخمية بالإضافة إلى بيانات سوق العمل رح تؤدي لزيادة جديدة، رح تدفع المركز الأمريكي لزيادة جديدة بمعدلات الفائدة مع تحسن أو تعافي أسواق النفط وانحسار المخاوف المتعلقة بالاقتصاد العالمي. هذا الشيء رح يدفع المصرف الأمريكي إلى زيادة جديدة بمعدلات الفائدة. شكرا لك حبيب عقيقي كبير استراتيجي الأسواق في تريدبيديا، شكرا جزيلا لك.